وصلنا لمساحة جديدة من مساحاتنا رح نكون فيها مع مواهب الشباب. يعني قديش نحن بنشوف أطفال بعمر صغير عندهم مواهب كتير حلوة. اليوم ضيفتنا بعالم الأزياء أكيد نرمين، هدول الأطفال دائما بحاجة للدعم وبحاجة للإضاءة. دائما الإبداع بيقولوا بيكون بالفطرة وبحاجة لتدريب وأعطاء مهارات حياتية من الأهل. واليوم أكيد جودي كان في رعاية لها خاصة اليوم لحتى تكون ضيفتنا. جودي حجلي انت ضيفتنا اليوم، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. اول شيء خلينا نبلش، هلا انت عمرك 13 سنه صف سابع، العمر كله. من ايمتى بلشتي بموضوع انك انت تتعلمي موضوع تصميم الازياء؟ بالصف الرابع بلشت. اول شيء لما كنت صغيره كنت كثير حب الرسم، وكنت دائما اعمل ثياب قديمه انه فساتين لالعابي. حبيت سجل بمرسم، سجلت بمرسم شغف ولقيت في فن جديد للأطفال وهو تصميم الأزياء، حبيت شارك فيه وكملت. حلو مرسم شغف، في أطفال كتير اليوم موجودين معك، قد ايه عطاكي هذا المرسم؟ شو عطوكي كمان خبرات فوق الخبرة تبعي؟ عطوني كتير خبرات وثقة بالنفس كتير طورتي وطورت وتقدمت اكثر. طيب خلينا نحكي جودي، مين اكثر هيك حدا من المصممين بتتابعي وبتحسي حالك متاثره شوي بالتصاميم يلي بيعملها؟ منال عجاج، مصممه سوريه. شو اكثر شيء اليوم جودي بس تمسكي القلم والورقه وبدك تعملي رسمه، شو اكثر شيء بيستهويكي؟ هلا كونه لعمرك اكيد بتروحي شوي للطفوله، القصص الطفوليه اكثر صح؟ اكيد. احنا عندنا بالتصميم الازياء عندنا بحسه انا مقسوم لقسمين، قسم اخراج وقسم كونسبت. الاخراج شيء بيقدموا لك اياه، انه بيعطوك فكره عنه، بيعطوك الفكره انه كيف رح تقدري ترسميه. اما الكونسبت بتقدري تستوحي من اي شيء حولك. انه اكثر بيعطيكي مهاره؟ بالطبيعة القماش ولا بس تصاميم؟ يعني بتحاولي تجربي انت بموضوع القماش والابره والخيط؟ هلا على الورق دائما تقريبا، اما على القماش عملت ثاني معرض كان لإلي، كان تصميم ازياء وعرض. خلينا هيك رشا نشوف مع بعض شوي من تصاميم جودي. حكينا عن هذا الفستان. هذا من اخراجي انا، ولونه على اورانج. حبيت احط عليه الالوان البنيه والالوان الغامقه لحتى يطلع فساتين سندريلا. انا كنت احلم البس هذا الفستان ايام سندريلا واوسكار وهدول القصص. فعن جد مثل ما قلتي بذكرنا نيرمين بهدول الشخصيات. يعني طيب خلينا نشوف كمان تصاميم ثانيه، هون شيء مختلف مع رشا كانه صاحب الظل الطويل بيشبهه شوي. نشوف اذا مبين. خلينا نحكي عن هذا التصميم. حبيت احط تقريبا فستان سهره مع شيء رسمي، وكثير حبيت هالموديل بعدين حاولت ارسمه، وهذا من اخراجي. حلو، حتى ليكي هذا يعني شغل صبايا كمان، يمكن عاكس على الضوء. حتى اليوم جودي الالوان عم تختارها بطريقه صح، يعني ما في هي الفوضى بالالوان، انه في تناسق بالقصه. ما جربتي اليوم شيء تقطعي قماش او حدا يعمل لك هذا الموديل يعني ياخده؟ لا. يعني ولا تصميم من التصاميم راح للتنفيذ على ارض الواقع؟ لا لساتها. يلا ان شاء الله قريبا بنشوف لك اول تصاميمك على ارض الواقع. خلينا كمان نشوف عارش قديش متنوعين. خلينا نحكي عن هذا. هذا كونسبت من عنكبوت، تمحيته من عنكبوت. كثير حبيت فكره الكونسبت وصرت احاول اشارك فيها كثير. وكان معرضي الاول توحيت من قطعه محارم، وهذا عنكبوت. حتى هذا الموديل يعني نشوفه اليوم. جودي قد ايه بتضلي عم بالرسمه؟ حسب كل رسمه ممكن تكون فيها كثير درجات لونيه، بدها كثير شغل حسب. يعني شو الالوان اللي عم تستخدميها ضمن هدول الرسمات؟ انا بحب الالوان الفاتحه كثير. خشبيه قصدي او في نوع ثاني؟ لا الخشب. هلا لحد هلا الخشب. كم معرض شاركتي؟ كان لك مشاركات؟ ثلاث معارض. ثلاثة؟ شاركتي بكم رسمة جودي؟
حسب كل معرض. أول معرض رسمتين، ثاني معرض كان عرض أثياء، ثالث معرض كان كمان رسمات، ثلاث رسمات. كمان عم نشوف تصاميم تانية من شغلي، خلينا نحكي أكثر عنهم. هذا الأصفر حبيت أحط لون أصفر إنه حسيته صيفي كتير، بين بقى لهذا الموديل كتير، وهذا كمان من إخراجي. تمام. وهون كأنك اشتغلي بالورق وبالأشغال. هذا من الورق والأشغال كمان من إخراجي. قديش رشا هيك عم بحس في تفاوت، يعني احيانا في هيك تصميم بيكون في فكره مجنونه او خارج الصندوق مثل ما بيقولوا، تصميم حلو ونسوي عادي. طيب بيمرق. خبرينا جودي اليوم عن دعم الاهل، اهلك مين اليوم دعمك بين اهلك، امك ابوك اخواتك؟ امي وبابا وخالي. بيتابعوا دائما شو عم تشتغلي؟ بيعطوكي نصائح اليوم ان جود أكيد. اليوم هون غلطتي، اليوم هذا اللون ما بيلبق كذا، اكيد. شو بتعملي وقت اللي بيوجهوا لك هدول النصائح؟ هلا اكثر شيء المصريين كانت كثير تساعدني بهالشغلات، كانت دائما تفوتني بالالوان، الدرجات اللونيه، كانت كثير تساعدني بهالشغلات، لهيك اكثر شيء. قديش اليوم خيالك له دور بهدول القصص؟ كثير. شو هي دول فساتين، يعني بتحسي انه يعني اخذي شيء من الماضي ومن الحاضر، يعني في تفاوت مثل ما قلت رشا، بتحسي انه جامعه متاثره بكذا مدرسه من بعض بالخطوط والالوان اللي قلتينا عم تستخدمين. انا كمان عم شوف المواد اللي عم تستخدميها لتعرضي التصميم مختلفه، وحتى الالوان اللي عم تكون مثلا هاد الوان شمعيه. هذا كتير عذبني وقتها بالالوان، انه غامق وفاتح والضوء وين جاي عليه، لهيك حبيت كتير هدول الالوان وكتير حسيتهم ببقوا هالفصان وعملت بالالوان الشمعيه. طيب جودي، هي دوره واحده بس عملتيها بموضوع التصميم ولا كم دوره صاروا لحد الان؟ انا ثلاث سنين، ثلاث دورات. وكنت عم تنتقلي فيهم من مرحله الى مرحله، شو بيختلفوا هدول الدورات؟ احكي لنا اكثر، يعني مثلا باول دوره انت شو تعلمتي؟ شو المهارات اللي اكتسبتيها؟ هلا باول دوره كان شيء عادي، يعني ما تعلمت لانه ما فتت بالعالم لهالدرجه، ما فتت بعالم ازياء لهالدرجه. ثاني مره عرفت الدرجات اللونيه، ابتكرت شغلات جديده، استوحيت، لقيت فكره الاستوحاء. وثالث مرحلة تعلمت كثير درجات اللونية، الغامق والفاتح، الألوان شو بتناسبها، مثلا الاستوحاء، مثلا كان معرض ثالث استوحيته من قصة محارم. اليوم جودي إذا هيك كان عندك فرصة إنه أحد المصممين ينفذ موديل أنت ساويتي، شو ممكن تختاري؟ أول واحد. خلينا بس نرجع ليا نذكر مع بعض. هذا اللي حبيت انا. حلو فعلا، حلو. كنا عم نشوف هدول. لا اليوم جودي هيك يعني ما بتملي، انت عم تشوفي اليوم شو مشتغلي، لانه هي منوعه باكثر من شيء. هات شو تذكري اوسكار كان يلبس نفسه. تمام، بدي اقول لك انه ذكرني بشخصيه اوسكار. انا لقيت عن جد شخصيه هذا الموديل، حبيت كثير، تعبت عليه كثير. وحبيت هدول الالوان اكثر شيء بندمجه معه وهذا الموديل. طيب جودي، كل رسمه قديش بتاخذ معك؟ كل تصميم قديش بياخذ معك وقت تقريبا؟ هلا حسب، ممكن هذا التصميم ضل معي تقريبا شيء ساعتين. تصميم ثاني ممكن يكون اكثر من ساعه. شو في الوان، الالوان المختارتها جودي هون ما بعرف اذا الاضاءه صح اخذه، يعني بتحسي انه حدا كبير منتقي هذه الالوان؟ صح، في تدرجات وتنفيذ على ارض الواقع، يعني وين الواحد بده يلاقي هيك ماشي رشا ما صعبتي علينا يا جودي. بس حلوين، يعني لفت نظري هون تنسيق الالوان، يعني مختاره شيء اكبر من عمرك على فكره. يعني اليوم المس كيف شهادتها فيكي مس ريم؟ كثير بتساعدني، كثير بتدعمني، ودائما بتعطيني نصائح يعني فوق عمري كمان. هون عم شوف شيء جديد،
تماما. هون استخدمي الكرتون بهاي الرسمة وهنيك هذيك الرسمة وراء الإيفا. الكرتون حبيت حط موديلات جديدة، حطيت مثلثات. أما هنيك هذاك الموديل حبيت حط ألوان البحر بالوراء الإيفا وعملت موديل جديد. شو الكرتون اليوم شو بيضيف للرسمة؟ يعني كونه اليوم أنت عاملة كورسات فأكيد يعني المس قالت لكم أنه نحن نضيف الكرتون بوقت معين، شو ليه؟ أنا حبيت أعمل فستان بالكرتون، سألت المس قلت لها ممكن يصير هذا الشيء يعني بالكرتون؟ قالت لي إيه ممكن، واليوم رح نجرب هي التجربة وجربناها. وحبيت انا اضيف شيء عليه هو المثلثات. حلوه كثير جودي اليوم هيك. قبل ما نتمنى لك التوفيق ونودعك، اليوم شو طموحك؟ مهندسه ديكور وبالاضافه الى تصميم الازياء. ان شاء الله بنشوفك هيك محققه كل احلامك. ان شاء الله يا رب بنشوفك هيك محققه كل احلامك، وبنحضرلك هيك قريبا اول عرض ازياء لك. شكرا. من تصميمك. اهلا وسهلا فيك جودي حجلي.